شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد العامل. استكمال الكلمه ديال السيد العامل التدخل ديالو الواجب في الموضوع، نبغي نوضع الاخوه المستشارين في الصاله ونقول لهم بانه المشروع مشى بعيد. حنا وضعنا التصاميم في البلديه من اجل المصادقه ولات هذا. الى رجعنا بدينا عاد تنتذكروا على شحال ديال هذا، شحال الناس، نزيدوا ناس وهذا، احنا نرجعوا خطوات للوراء باش نكونوا واضحين. ثانيا النقطه اللي تتهمنا دابا، حنا ماشيين بسرعتين غير متوازيتين، السرعه ديال الاوقاف لانه وضعت التصاميم في البلديه من اجل المصادقه وابداء الملاحظات. السرعه الثانيه وهي اللي جفت في النقطه اللي هنا، المصادقه على مشروع اتفاقيه شراكه بخصوص بناء قصريه الطرافي بتزاحم، هذا الجزء الاول. اما الجزء الثاني وكذا تهيئات الفضاء المؤقت، هذه هي النقطه اللي خصها تناقش. احنا مشينا حطينا لي بلون، درنا الاجراءات كلها، ولكن راه هذا الشطر الثاني من هذه النقطه راه مازال ما كاين فيه والو. هذا هو اللي خص الاخوان يناقشوه حتى لا تفسد الصفقه كليا. شكرا السيد الرئيس، حاشا لله باش نعطيو الدروس لشي واحد ولا شي حاجه. انا قلت في الاول تنوضع الساده المستشارين في الصوره باش يكون المسائل واضحه، لا نعطي دروسان وماشي في المستوى الاعطاء الدروس بكل تواضع. نضعكم في الصوره باش لان حنا ماشيين بواحد الوتيره والمسائل واحده اخرى ماشيه بوتيره ثانيه مازال ما هذا. حنا نضعكم في الصوره ولكم كامل الصلاحية في النقاش وإعطاء الآراء ديالكم والبث فيها وهذا. هذه فيما يخص هذه النقطة، أما فيما يخص النقاط الأخرى واضحة تنظن بالنسبة للإحصاء للإخوان طرقوا له دابا الإخوان، كانوا مخصصين 76 محل داروا إحصاء ثاني درنا 80 محل. إلا بانوا شي ناس حدا آخرين ولا كانت شي حاجة تلقى السلطات المحلية الصلاحية اللي غادي تشوف شنو هو اللي كاين. حنا مشينا بعيد في الموضوع غير باش تكونوا واضحين وتفهموا المسائل ومرحبا وشكرا. شكرا سي مضيع.